أهلا ومرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام، نلتقي مرة أخرى معي كان يهرينا كورنيا في نشرة الأخبار لقناة الجرادسي. نقدم لكم جميعا لتحديث وتجديد معلوماتكم على الأخبار. الجيش الإسرائيلي يحرك مراكز إيواء الشمالية غزة ويتوغل في رفح. طال الجيش الإسرائيلي بمراكز إيواء الشمالية غزة وتوغل في رفح. تقدمت دبابة احتلال في رفح بعد مواجهات شرسة مع المقاومة الفلسطينية. وصلت القوة الإسرائيلية قصف مناطق وسط قطاع غزة في وقت يحاصر فيه ملاجئ تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الأنروا شمال القطاع. وصل الجيش الإسرائيلي قصف مناطق وسط قطاع غزة في الوقت الذي يحاصر فيه مراكز إيواء تابعة للأنروا شمال القطاع، بينما تتوغل دبابة الاحتلال في رفح بعد معارك دارية مع المقاومة الفلسطينية. فقد أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 16 فلسطينيا بينهم نحو 10 أطفال إثر قصف قوة الاحتلال لمنزل عائلة شبط في حي درج وسط مدينة غزة. نجم عنه تصوية المنزل مكون من 5 طوابق بالأرض. كما أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 10 أشخاص معظمهم أطفال وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف نازحين في مدرسة ومسجد لتعليم القرآن بحي درج أيضا وسط مدينة غزة. وأقدمت قوة الاحتلال على إحراق المراكز الإيواء التابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الأنروا في شارع حمدان بمنطقة الفالوجة في مخيم جبلية شمال قطاع غزة. وكان الجيش قد فرض حصارا خانقا على تلك المراكز 11 يوما قبل أن ينجح النازحون في الخروج من مراكزهم وسط إطلاق نار كثيف بحثا عن مكان آمن. وفي الشمال قطاع غزة أيضا اقتحمت قوة الاحتلال الإسرائيلي مستشفى العودة في تل أزأتر شمال قطاع غزة بعد محاصرته لليوم الرابع على التوالي، وأجبرت الطواقم الطبية على مغادرته تجاه غرب غزة بعد اعتقال أحد أفرادها. يذكر أن ما مجموعهم يهو 48 شخصا بين مرضى ومرافقين وطواقم طبية كانوا داخل مستشفى العودة عند بدء حصاره. كما طلبت القوة المقتحمة مرافق المرضى بالخروج من المستشفى ولم يعرف ما يصير المرضى حتى اللحظة. وفي حي زايد جنوب شرق مدينة غزة أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 10 فلسطينيين بينهم 4 أطفال وإصابة العشرات إثر قصف قوة الاحتلال تجمعا للمواطنين. وأضاف أن فرق الإسعاف نقلت جثة من الشهداء وعددا من الجرحى إلى المستشفى الأهلي العربي بغزة وسط الظروف الصعبة بسبب انهيار المنظومة الصحية بشكل كامل بعد تدمير مجمع الشفاء الطبي في المدينة. وقدرت وكالة الأنروا وكالة الأمم المتحدة الرئيسية في غزة أنه حتى يوم الاثنين فر أكثر من 800 ألف شخص من رفح منذ أن بدأت إسرائيل استهداف المدينة في أوائل مايو أو أير رغم المناشدات الدولية. يوميا يفقد ملايين فلسطينيون أرواحهم فيما يضطر آخر إلى الهجرة قصرا نجاة بأرواحهم جراء هذه العمليات العسكرية التي عدت كذلك لتدمير وحرق عدة منازل للمدنيين. تنتهي هذا الأخبار اليوم، شكرا على مشاهدتكم. أنا كان يرضينا كورنيا، إلى اللقاء في أخبار الآتي.